أصوات 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 الحروف إذا عارف أصوات الحروف ما عارف حاول نشوف يلا نشوف أصوات 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 الحروف. أهلا وسهلا بكم في برنامج عارف الجواب معي أنا عارف. وكما تعلمون علينا أن نحزر ثلاث كلمات مختلفة عن طريق ثلاث ألعاب، وذلك لنتمكن من الحصول على المفاجأة في النهاية. معزوزة إذا سمحت برمي عجلة الألعاب. أها لعبة احزر الرسم. فينا نروح هلأ عزاوية لعبة احزر الرسم. بفرشاته المميزة سيرسم جاد الصورة التي ستحزرها بسمة. هذا كرسي، ريكا، أدراج، أدراج. وشو منسمي كل هاي الأشياء؟ أثاث. ها؟ صحيح. هاي تمام ممتاز. أثاث أثاث ثا أثاث ثا ثا ثا. وهلأ دور جاد ليحزر. تمام دوري أنا. معزوزة إذا سمحتي حركي لنا عجلة الألعاب. يلا يلا. احزر ما في الصندوق. صحيح جاد، وهلأ لازم تحزر شو موجود جوا الصندوق فقط من خلال اللمس. جاد؟ أنت أدهى. شكراً بسمة. عليك أن تختار واحداً منها. هختار هاد. أدخل يدك في الصندوق يا جاد ثم حاول أن تحزر الشيء الموجود فيه. تمام. ممكن تكون بصل؟ ها؟ اقتربت يا جاد، لكن ما في الصندوق هو نوع آخر من الخضروات يشبه البصل، ونستعمله كثيراً في تحضير أطباقنا، وتغطيه كذلك طبقات عديدة. شيء قريب للبصل. يمكن عرفت. ثوم؟ ها؟ أحسن. ثوم. ثوم ثوم ثو ثوم ثو ثو ثو. وهلأ إجا وقت آخر لعبة لليوم ويلي رح تلعبوا سوا. معزوزة إذا سمحتي حركي لنا عجلة الألعاب. يلا معزوزة. أها لعبة الأدلة الثلاثة. كلمتنا ستكون بصيغة الجمع، وهذا الشيء يعني أنه يعني أنه رح يكون في منه أكثر من واحد. أحسنت يا بسمة، والآن ستزودك معزوزة بثلاثة أدلة تساعدك في تخمين الكلمة. اسم حيوان. وهذا الحيوان من فصيلة البقر. هذا الحيوان يساعدنا في حراسة الأرض. يمكن عرفت. عارف الجواب هو ثور؟ نعم ولكن صح. شو؟ الكلمة بالجمع يعني في أكثر من ثور. الجواب هو ثيران. صحيح. ثيران ثيران ثي ثيران ثي ثي ثي. اقترب وقت المفاجأة، لكن أولاً علينا أن نلفظ الكلمات التي تعلمناها اليوم. يلا تمام. ثا أثاث ثو ثوم ثي ثيران ثا ثو ثي. شكراً لكم أصدقائي، بنشوفكم في الحلقة الجاية.
اهلا يا اصدقاء، حابين نفرجيكم كيف تشتركوا بقناة اهلا سمسم على اليوتيوب عشان تضلكم على اطلاع باحدث الحلقات والمحتوى. كل اللي عليكم تعملوه انكم تضغطوا على الزر الاحمر اللي موجود هون. عفوا، موجود هون.